أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ولو كان أول ما نزل ألا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعها أبدا. أول حاجة أخواننا بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتذكير الناس بحق الله، وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وربنا سبحانه وتعالى ما خلق النجوم والأرض والسماء والبشر، وخلق لنا الخيرات من الأطعمة ومن الحبوب ومن المياه ومن غيرها ومن الدواب إلا لهذه الغاية العظيمة، وهي عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وده السبب الكثير من الناس بيحاولوا إنه يسموه دين خامس ويسموه دعوة للناس إلى دين جديد. وكثير من الناس بيزدروا هذه الدعوة ويقول لك لبتين الكلام عن الموضوع ده. إخواننا الكلام عن الموضوع ده دل ربنا بيفتح به والخيرات بتاعت الدنيا والآخرة. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا، القرى مش مقصود يعني الحلالة الصغيرة، لا، وإنما المقصود القرية في القرآن هي المدينة الكبيرة، والمقصود كل الناس يعني. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عشان كده ربنا قال ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولذلك يا أخواننا قضية الإصلاح بتبدأ بالضمائر والقلوب. الزول اللي بيتخليه يبقى مسؤول ويأكل القروش بتاعت البلد، واللي بيتخليه يمسك الطرمبة يقوم ياخد رشوة عشان يكون ليزول في باغة، واللي بيتخليه الماسك السكر حق الناس المساكين التعبانين يمشي يدي أهله أكثر من الناس المستحقين ذاتهم، هو عدم وغياب الضمير والوازع. واللي بيخلي الإنسان يعتدي على أخو الإنسان بسبب قبيلة أو بغيره، ده كل أخواننا راجع لمسألة معينة، هو غياب الضمير. غياب الضمير مهما أنت جبت من التشريعات ومهما جبت من القوانين ومهما جبت من العقوبات القوية والرادعة، ما ممكن يا أخواننا ينصلح المجتمع إذا ما كان الناس عندهم ضمائر. أشيل مرق لنا النماذج اللي بنقراها في السيرة، يقول لك زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنه الزول بتاع الزكاة يمرق يوزع على الناس، يقول يا أخواننا الزول المحتاج للزكاة، الزول اللي عنده دين فدينه من زكاة من زكاة بيت مال زكاة المسلمين ما يلقوا زول. يقولوا الزول الدار يتزوج القروش بتاع الزواج ومن بيت مال المسلمين ما يلقوا زول محتاج، ويلقوا العدل ويلقوا الرحمة ويلقوا الألفة بين المجتمع. السبب شنو؟ السبب يا أخواننا أصلح هذا القلب وهذا الضمير.